للمزيد أيضا ينضم إلينا من القاهرة مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي السوداني. أستاذ مجدي أهلا وسهلا بك معنا. منذ قليل كنت أتحدث مع ضيفي من القاهرة عن مبادرة ومؤتمر تحديدا دول جوار السودان. هو كان يقول أن هذه المبادرة تحديدا مختلفة بشكل كبير، هي لديها آلية تنفيذية ومخرجات كانت مختلفة عن سابقتها، هل تتفق مع هذا الأمر؟ اولا مساء الخير، التحيه للمشاهدين الكرام. اتفق بقدر كبير مع هذا القول. الدول جوار السودان هي بالدرجه الاولى الدول المتاثره بما يجري في السودان. هي صاحبه الاحساس العالي والكبير بما يجري في السودان، لكن واقعيا كل ما يجري في السودان تتاثر به دول جوار السودان. هي صاحبه مصلحه مباشره ومصلحه اساسيه جدا لإيجاد الاستقرار وإيقاف الحرب في السودان. طيب أستاذ مجدي، يعني كنا نتحدث أيضا عن الروابط التي تجمع بالتأكيد بين مصر والسودان، بين البلدين والشعبين الصديقين، وربما ظهرت هذه الروابط بشكل كبير، ولا أعلم إن كنت تتفق معي أو لا، منذ بداية هذه الأزمة في السودان من خلال الحلول والمحاولات والمبادرات التي قدمت من خلال مصر. هل يمكن أن تقيم لي ما الذي حدث أو ما الذي قدمته مصر في فكرة الوساطة السياسية أو التدخل لإنهاء الأزمة منذ بدايتها في السودان؟ نحن نلحظ اولا هناك مبادئ كانت تتحدث عنها القياده المصريه وتحدث عنها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان دول جوار السودان مصر تسعى دوما لتحقيق الاستقرار حتى لو حصلت هناك ازمات. مصر لا تسعى للتدخل في الشان الداخلي لدول الجوار، انما تسعى لتحقيق الاستقرار لان لها مصلحه بالطبع في تحقيق الاستقرار في السودان، وهناك شواهد على مثلا ليبيا وكذلك السودان. منذ بداية الأزمة السياسية، حينما احتدمت الأزمة السياسية في السودان، كان هناك منطقا مصريا حاضرا. أنتم كما تعلمون أن الأزمة السياسية بدأت ونشبت حول ما عرف بالاتفاق الإطاري، ووقتها لم يجد الاتفاق الإطاري الاتفاق الشامي أو المقبول من كل القوى السياسية الحية في السودان والقوى التقليدية الموجودة في السودان، إنما انفردت به مجموعة معينة كانت تستند أيضا على جهات خارجية كما تعلم كان هناك، وهذا أمر واضح يعني لم يعد مخفيا. كان هناك تدخلا في المشهد السوداني بعدة آليات، منها الرباعية ومنها الثلاثية وكذلك جهود البعثة الأممية، لكن كان المنطق المصري حاضرا حينما رأى دون أن يتدخل في هذه الخيارات، حينما رأى أنه ربما تشكل سلطة على قاعدة صغيرة من القوى السياسية، ربما هذه السلطة لا تستمر بهذه القاعدة الصغيرة. لذلك دعت مصر في فبراير الماضي إلى الحوار السوداني حتى يكون هناك حوار أشمل وحوار واسع حتى تتأسس السلطة على قاعدة عريضة. أنا أقول كان المنطق المصري يقول إذا قامت هذه السلطة على قاعدة صغيرة وسقطت بعد شهر أو بعد وقت صغير، هذه الآثار أول الدول التي تترقاها الآثار السالبة هي مصر. حتى الدول الراعية للاتفاق الإطاري أو التي وقفت خلف الاتفاق الإطاري لن تتأثر بهذه الآثار السلبية. لذلك دعت إلى الحوار السوداني في فبراير الماضي في القاهرة، وربما الذين رفضوا حضور هذا الحوار في ذلك الوقت ربما عضوا على أصابع الندم الآن بعد قيام الحرب، وعادوا مرة أخرى إلى القاهرة بدعوة أيضا من مصر التي لها علاقات ولها تواصل مع كافة المكونات السياسية في السودان. لذلك كانت مصر حاضرة منذ بداية الأزمة السياسية التي وبخصوص المكونات السياسية أستاذ مجدي، لذلك مصر واضح جدا ورفضنا ورفض تقريركم ورفض ضيوفكم المبادرات التي قامت بها مصر لإيقاف الحرب في السودان ولتحقيق الاستقرار في السودان. بخصوص المكونات السياسية الجامعة العربية على مستوى المندوبين، ثم المبادرة المصرية الجنوب السودانية، ثم بعد ذلك انتهى المطاف بدعوة دول جوار السودان لعقد مؤتمر قمة دول جوار السودان. هل تسمعني أستاذ مجدي؟ جاء بهذه المحددات الواضحة جدا. أنا أعتقد أنه مؤتمر دول جوار السودان
كان هو المصير للسودان، للدولة السودانية،